فكرها. فكرها. ولو عجبكم الفكرة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل حامل، عشان بدل ما تدي الاطفال مثلا يتفرجوا على الموبايل يفضلوا ماسكين الموبايل في ايديهم، وطبعا هو كتر مسك الموبايل ده وتغلط على الاطفال، هنعمل لهم حاملين نحط لهم في الموبايل يقعدوا يتفرجوا عليه براحتهم. وعايزين بقى عشان نعمل الحامل ده عايزين ماسورة بتاعة الستارة، طبعا الطول اللي انت تحبيه، وعايزين عصاية سيلفي وعلبة سمنة فاضية، وهنعوز جبس واسمنت. دلوقتي عشان نركب الماسورة دي هقول لكم نعمل ازاي. احنا هنعلم الغطا كده، هنحدده او ممكن نعلمه بقلم، بس هي الماسورة عملت علامة، ونقص بقى العلامة دي على قد الفتحة على قد الدايرة بتاعة الستار صورة كده. هوريكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. ده جبس ابيض على اسمنت ابيض، نعجنهم بقى. ممكن تلبسي جوانتي وانتي بتعجنيهم. اهو بصوا حطينا الاسمنت والجبس اهو اتمسكت حلو. وبعد كده بقى نركب الغطا نشوف ايه مظبوطه في النص وكده. بعد ما ركبناها هنحط فيها بقى عصايه السيلفي كده اهي، اهو ركبنا فيها الموبايل اهي كأنه حامل موبايل كويس عايز اهو. ولو عجبكم الفكرة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.